السلام عليكم. رؤية مبشرة لإخواننا في غزة. امرأة أرسلت لي رسالة، مضمون هذه الرسالة، هذه رسالة رؤية تتحدث عن، قالت لي: رأيت فيما يرى النائم أن راية خضراء أخذها اليهود، هذه الراية الخضراء، ودفنوها في الأرض، ثم مضوا مجموعة من الجنود، ثم مضوا. قال بعدما مشوا تقريبا خمس خطوات، قال: والأرض تهتز ويحدث هناك زلزلة كبيرة جدا. فخرج مكان هذه الراية الخضراء راية سوداء، ثم أتت هذه الأرض فابتلعتهم، الأرض خسفت بهؤلاء الجنود. والله إن هذه الرؤيا من المبشرات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، والرؤيا الصالحة من الرجل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وأرى تأويل هذه الرؤيا ظني والله أعلم، من صدقة الرؤيا وصدق الرأي، أن هذه الراية الخضراء هم الرجال في تلك البلاد الذين لا يقبلون الضيم والذين أصابهم الخذلان. أرى أن الأمر يتسع، وأرى أن دولة الإسلام، عزة الإسلام، تمكين المسلمين سيكون بإذن الله في القريب العاجل. وأرى أن هذه البشارة ليست محصورة على أهل غزة فقط، أنا أستبشر بأن هذه الأيام سيأتي بعدها بشريات أعظم من الذي نشاهده هناك إن شاء الله. فأسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.